يسعد لي مساكم من وين ما كنتوا تتابعونا. يوم جديد بلش وياكم وراح نتناول به الكثير من القضايا اللي تخص المدينه واهل المدينه. بدايه خلينا نتعرف على العناوين مع سفيان. مساء الخير سفيان. مساء الخير ياسمين ومساء الخير بكل مشاهدي قناه الشرقيه وبرنامج اهل المدينه. ومثل ما تعودتوا بدايه حتكون مع الاخبار والعناوين. مصرع واصابه 9 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق. الموافقة على مقترح شمول الطلبة ببطاقات الدفع الإلكتروني. عنوان الأخير: عصابات سرقة الحقائب النسائية تؤرق كربلاء وشرطتها. مساء الخير من جديد ومساء الخير يا سفيان. مساء الخير سفيان. يعني العناوين احنا اليوم هو عد مواضيع، لكن بس خلينا نعلق بانه الحوادث الطرق ما زالت مستمره وما زال المواطنين دي يمشون بسرعه عاليه بسياراتهم، على الرغم من انه احنا كعراقيين كنا نعرف طرقنا الخارجيه هي ليست جيده وليست امنه جدا، ولحد الان ما نشوف خطه حقيقيه لاعمار كل الطرق الخارجيه خارج العراق او حمله عراقية لكل العراق في إعمار هذه الطرق الموت اللي ده تحصد أرواح الجميع. يعني فقدنا 9 مصرع وإصابة 9 أشخاص هذا الحادث. الله يرحمهم. احنا كلنا نعرف إمكانيات شوارعنا بالضبط مثل ما قلنا أنه يحتاج وعي من السواق أنه لازم تنتبه حتى وإن كانت سيارتك حديثة. مثل ما دائما احنا نقول الانتباه جدا ضروري والحد من السرعة جدا ضرورية. يعني ما أعتقد أنه فرق نص ساعة أو ساعة راح يأثر عليك، ولكن يعني لازم واحد يحافظ على حياته بالنهاية. بالضبط، يعني دائما أقولها هذه فرق السرعة ما حتكون هواية ساعة بيش حتوصل لبيتك أو المكان عملك. الموافقة على مقترح شمول الطلبة بطاقة الدفع الإلكتروني، أعتقد أي شيء هسه حاليا في العراق وتحول للبطاقة الدفع الإلكتروني هو فشي جيد لمواكبة طرق الدفع في العالم ككل. يعني احنا لحد الآن 3/4 الشعب ما يعرفون يستخدمون البطاقة وما نعرف أصلا شلون نشتري من الأونلاين من هاي المواقع العالمية وحتى المواقع المحلية. وتتخيلي احنا شقد نفرق نخسر فرص عمل من الممكن أنه تدخل في الاستثمار في العراق، ونقدر نشجع مثل هذه الاعمال. حتى البيجات اللي على الانستغرام والفيسبوك ليش انا يوصلها ولا اعطيه اياه كاش وما ادري شنو، خلاص يصير دفع الكتروني ونشجعهم يكونون شركات كبيره. اعتقد هي لان بدايه تجربه، يعني نحن نخوض هذه التجربه هي شويه انه مترددين او متخوفين، بس اكيد الفتره القادمه اكيد راح انه يعني يشوفون الناس، يعني البعض من عندهم بلش يستخدمها، بلش انه يقولون ايجابياتها، فراح يشجعون باقي الناس انه يعني يستخدموها. بالضبط. وعصابات سرقه حقائب نساء تؤرق كربلاء، فعلا هذا موضوع في كل العراق، لكن في كربلاء الارقام كانت تتزايد، ولهذا الناس بدأوا يحذرون من هذا الموضوع. ما نبتعد كثير عن عناويننا وفقدان الأرواح والإصابات، لكن هذه المرة اللي هو السبب الدائم خلينا نقول لفقدان الأرواح في العراق النزاعات العشائرية المسلحة التي تحصل أحيانا بين أبناء منطقة واحدة ومحافظة واحدة. فمثلا في آخر الساعات القليلة والأيام القليلة اللي راحت، رجل 40 مات في البصرة وتوفى نتيجة صراع بين ولد العم. تخيلوا بالبصرة ولد العم تعاركة والنزاع عشائري صار بيناتهم ومات أحد الأشخاص لهم. 16 شخص يعني في هور الجبايش في ذقار أيضا فقدوا حياتهم نتيجة الصراعات المسلحة، والبارحة حدثنا عن هذا الموضوع أيضا. ولا يمر يوم في العراق يمكن، ويمكن هذا إذا أقوله هيك يكون بدون مبالغة، بدون ما نفقد أرواح أشخاص بسبب النزاعات العشائرية وخروج المشاكل عن سلطة القانون. يكون حل المشاكل في بعض الأحيان بين الناس يكون بالسلاح بالعنف بالتوجه إلى الآخر والاقتتال بينهم، على الرغم من كثير من شيوخ العشائر والعشائر العراقية الأصيلة اللي رافضة لمثل هذه التوجهات، اللي رافضة لاستخدام السلاح بهذه الطريقة، اللي رافضة النزاعات العشائرية المسلحة، لكن ما زالت موجودة. يعني ما زالت موجودة وما زلنا نفقد أرواح بشكل يومي، وما زالوا المواطنين وخاصة في مثلا البصرة احنا وذيقار اللي دائما نسمع من عندهم هذه النزاعات تكون في هذه المحافظات لا ينامون الليل بشكل طبيعي بسبب هذه النزاعات.
انت قاعد ببيتك يعني تطبخ تتغدى تتعشى تريد تنام، فجأة يعني مثل ما يقولون تقوم الدنيا وما تقعد، والله شنو اكو اثنين دا يتعاركون فيما بينهم. وهذا الموضوع صراحة اللي خلانا نطرح الموضوع لهذا اليوم، وخاصة مع حادثتين بيوم واحد يعني في البصرة وذي قار. وأنا متأكد إذا رحنا بعد دورنا بغير محافظات هم نلقى هذه النزاعات موجودة ودا نخسر أرواح بسببها. فخلي ينضم لنا بهذا النقاش وبهذا الحوار حول هذا الموضوع السيد الشيخ علي برهان رئيس قبائل العزة. يعني شيخنا اهلا وسهلا بك ببرنامج اهل المدينه، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا. واني ذكرت بعض العشائر اللي هي ايضا ترفض مثل هذه النزاعات المسلحه، بس احنا كنا نريد نعرف يعني ليش بهذه الفتره وبالسنوات الاخيره بدات تزداد بشكل مبالغ به. السلام عليكم استاذ سفيان وعلى الاخت المقدمه يا سلام. وعلى كل وعلى كل المشاهدين قناتكم المحترمة. الحقيقة لا يخفى على الجميع ما حدث بالعراق سابقا من حروب، فأصبحت يعني تناول السلاح بشكل كثيف جدا، وبعد احتلال العراق ودخلت أسلحة أيضا أسلحة يعني كثيرة ممكن أن يقتنونها بمبالغ بسيطة جدا. هذه من الأسباب حقيقة. وبعدين أنا في قناعتي أنه تغير مبادئ الناس وأخلاق البعض، يعني من يستخدم السلاح بهذه الطريقة ويكون سبب بحقيقة خسائر يعني كبيرة ما تتعوض اللي هو البشر، فقلة الحقيقة الوعي والثقافة، وإحنا بحاجة إلى هذه البرامج الحقيقة التثقيفية. نحن زعماء القبائل حقيقة نعاني ما نعانيه، وأخواني الآن اللي يشاهدوني من رؤساء القبائل وشيوخ العشائر والسادة المحترمون اللي يمشون في ميدان فض المنازعات العشائرية وفض هذه المشاكل، يعني نثقف على هذا الشيء. ولكن يعني الدولة يجب بيدها القول الفصل، يعني هي ممكن أنه يكون شدة على استخدام السلاح أو القانون يكون، يعني نحن هسه يعني نتحدث بهذه الطريقة، ولكن نسعى دائما نريد نحجم الجريمة يعني لا تكبر أكثر. يعني من نخسر واحد هذا عنده عمام وعنده خوال وعنده عشيرة ممكن أنه طالب بالثار، ولذلك يصيرون خسارته أكثر، فنصير مضطرين انه ندخل بهذا الموضوع او هذا المشروع الصلحي من اجل تحجيم هذه المشاكل بالضبط. وهذه انه تحدون من النزاعات من هذه النزاعات. طيب شيخ علي، اليوم احنا نشوف هذه النزاعات العشائريه تصير على الصغيره والكبيره، ما هو اليوم دوركم انتم كعشائر حتى تحدون من هذه النزاعات؟ والله صحيح، يعني احنا يعني من الاخ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى الله يحفظه من صدر ويعني حقيقه هذه التعليمات في وقتها، والله انخفضت قضيه استخدام السلاح، كانت اكو شده. الان مع يعني احترامي ومن خلال قناتكم اناشد معالي وزير الداخليه حتى ياكدون على الضباط لا يعملون يعني يتصرف بالنسبه لبعض الضباط، يعني هي مثلا الدقه العشائريه هي سببها طبعا السلاح المنفلت طبعا وكثره الاسلحه وكثره العناصر اللي تستخدم السلاح، فهذه المفروض القانون يكون قوي ضدهم ويحاسبون حساب وينحكمون، مو يعني يجي يطلع يصير مشاجره، والمشاجره ممكن ان تنحل بسيطه ينقاض التحقيق تنحل او ينقاض الجنح وغرامه وما ادري ايش. فهذه الان يعني اقترح ان يكون شده على التصرف، هو تطبيق القانون شيخنا، يعني تطبيق القانون شيخ علي يعني هو لازم يطبق بقوه على هذه الاشياء، وخاصه مثل بعض الاحيان تصير نزاعات مثل قالت ياسمين على اشياء بسيطه. ما ادري فقدنا الشيخ بعده موجود ويانا شباب الكنترول. طيب خلي والله كان ودنا نكمل ويا الشيخ علي برهان التواصل ويانا في هذا الموضوع، وكان عندنا كثير من الأسئلة حول ملف
العشائر والنزاعات المسلحة اللي تحدث بين العشائر، مع كل الأسف اللي نشوفها وتصير مستمر. أنا سعيد جدا أنه أسمع من شيخ عشيرة، هو اللي أيضا يطالب بالحد من هذا الموضوع. تدرين يا سمين، من هم دائما يقولون هاي النزاعات العشائرية تقلل من هيبة العشائر داخل مجتمعاتهم، لأنه يشوفون هنالك بعض الأحيان صح العشيرة لما يضعف القانون تكون هي اللي تدافع عن القرية أو العشيرة أو غيره، لكن من يكون على دجاجة طفرت على ما أدري منه بزونة ما أدري إيش صار على متر ما القاحة قدوتها بالضبط. وهذا السؤال كان يعني بعض الأشياء صارت جدا بسيطة ويتنازعون عليها. ياما وياما قرينا أخبار بسبب يعني مثلا بقرة أو 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 ماشية أو خروف أو غيرها تصير تنقلب الدنيا، أمرات دجاجة دجاجة تصير عليها نزاعات مسلحة نفقد بهم أرواح بسبب هذه الطريقة. فأنا جدا سعيد أن أسمع من الشيخ ده يقول بأنه إحنا أيضا نثقف بهذا الموضوع، وهم نفسهم الشيوخ يطالبون بتطبيق أقوى للقانون بالضبط لإلغاء مثل هذه الظواهر وإعادة شيوخ العشائر والعشائر إلى مكانتها في حل النزاعات، لحل النزاعات وليس بالعنف، حل النزاعات سلميا بين سكان أي منطقة. هم ما يقبلون عليهم لأن دي يروح الكثير من الأرواح ضحايا لهذه النزاعات العشائرية، وبسبب السلاح المنفلت اللي اليوم صار يعني للأسف يعني بيد أغلب عموم الشعب، فدي يستخدموه استخدام خاطئ، وتروح كثير من الضحايا والأرواح اللي ما لهم ذنب مثل ما قال سفيان، هو قاعد دا ياكل لو نايمين هذه وقبت الدنيا احترقت، والله شنو صارت نزاع على فد شغله ما تسوى، وشنو سفيان بداخل منطقه واحده او فرع واحد، يعني وين حق الجار وين هذا، يعني يحتاج ايضا وعي للمواطن انه اليوم يعني يتثقف اكثر انه مو على كل شيء لازم احنا نشيل السلاح ونتعارك ونقلب الدنيا. لا مو كل شيء بانه احنا نستخدم هذا العنف المطلق، واحنا هاي قلناها بداية هذه السنه يعني اهل المدينه لازم نستخدم بانه هذا التطرف يسموه التطرف في حل النزاعات، حتى في حل النزاعات يكون تطرف، مثلا انت اذا ما تحل هاي المشكله احنا نجيك بالسلاح. طيب احنا خلينا نشرك ايضا بالحوار معنا اكاديميين بهذا الموضوع، والسيد غسان توفيق الحسيني هو اكاديمي حينضم لنا ايضا للحديث عن هذا الموضوع. سيد غسان، أنا حبدي وياك من وين ما انتهينا مع الشيخ علي، بأنه هو دي يقول أيضا حتى شيوخ العشائر اليوم بعضهم يدينون مثل هذه التصرفات واستخدام العنف في حل النزاعات بهذه الطريقة اللي إذا نفقد بها أرواح. طيب وين الخلل العد؟ مثلا يعني شنو القانون ضعيف عندنا ما دا يتطبق، على الرغم من الجولات الكثيرة لوزارة الداخلية والقوانين وغيرها اللي إذا تطلع ليش ما زالت منتشرة وليش دا تزيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. بالنسبة للنزاعات العشائرية وما تعرف أحيانا بالدقات العشائرية، طبعا يعود بالسبب الأول إلى تراخي الدولة وضعف الدولة الذي ساعد على ذلك، والذي ساعد بأن تكون هنالك ثغرات قديمة كانت يعني في الماضي، يعني في الماضي القديم، يعني أغلب الأشياء اللي كانت هي ثغرات قديمة، بس ضعف الدولة وهشاشة الدولة ساعد جميع الذين يطلبون الثأر أو أشياء، يعني إحنا نقدر نسميها أشياء بسيطة لا تستدعي إلى القتال والاقتتال فيما بين الأخوان والعشائر، خصوصا العشائر خصوصا لدينا في الجنوب هي عشائر متجاورة يعني متصاهرة أيضا، يعني تشوف مثلا عشيرتين يعني واحدة جنب الثانية، تشوف مثلا تشوف خوالة منك أقارب منك، يعني نساء أكو مصاهرات بيناتهم، علاقات عائلية موجودة، لكن هذه الأشياء يعني الثأر العشائري والأشياء العشائرية اللي هاي سببها أو خلقتها ضعف الدولة، يعني ضعف الدولة ساعد على هذا الاقتتال، بالإضافة إلى كثير من الأمور، يعني أغلب نقدر نقول رجالات العشائر المتنفذين الحاليين هم دائماً متواجدين في الفصائل، يعني الفصائل المسلحة، يعني هذول يمتلكون مثلا المال، يمتلك النفوذ، يمتلك الأسلحة، يعني وبالإضافة إلى يعني كثير من الأشياء، يعني مثلا إذا مثلا رجل متنفذ يعني حتى عمليات إلقاء القبض تكون عليهم مو بصورة صحيحة زين. يعني تشوف مثلا إلقاء قبض أو مذكرة إلقاء قبض تكون شكلية بدون أن تنفذ، يعني باعتبار هذا الرجل مثلا الى مكانه عشائريه، الى مكانه
وفي بعض الاحيان علاقات، وهذا هو الشيخ نفسه الشيخ علي هو نفسه قال هيك، قال بانه احنا نريد بانه لما يطلع مثلا الامر القبضي يتطبق بشكل القوي. طيب انت ذكرت نقطه جدا مهمه اليوم، اليوم نتحدث عن النزاعات العشائريه وخاصه يعني في العراق، ده تستخدم بها اسلحه تجعلنا احنا كمواطنين نشعر بعدم الامان لتوفر مثل هذه الاسلحه خارجه عن سيطره الدوله. يا عمي اكو ناس عندهم احاديات بيكابات وار بي جي وصواريخ وكلها تستخدم في نزاعات عشائريه بين العراقيين نفسهم. ادري هاي السلاح يعني ما يقدرون الدوله تسيطر بانه تمنع السلاح عنهم مثلا، لو شلون هاي مين تجي هاي الاسلحه؟ نعم استاذ، السؤال موجه لي. والله اذا حضرتك عندك معلومه حول هذا الموضوع فلحضرتك. نعم استاذ، بالنسبه للاسلحه اللي موجوده مثل ما ذكرت انا قبل قليل، قلت اغلب الفئات المتصارعه هم بالفصائل المسلحه، وطبعا الفصائل المسلحه يعني توجد لديها كثير من الاسلحه، وتعرفون انتم يعني هذا الشيء لا يخفى على الجميع، يعني الحروب خصوصا الحروب مع حرب داعش وغيرها يعني ساعد كثير من الناس يعني ان تاتي باسلحه وتاتي باشياء يعني تتواجد في اماكن يعني لدى العشائر، ولهذا تكون يعني هذا الشيء مباح، يعني الار بي جي والقاذفه والاسلحه الثقيله الاخرى، فتكون هذا موجود يعني متواجد، يعني مو شيء يخفى على الجميع يعني هذا الشيء. فعلا يا والله سيد غسان، يعني ما نعرف احنا شو قد حننتهي من هذا الموضوع. اليوم الاكاديميين يتحدثون عن انه هو سيء ودا يشتغلون بهذا الموضوع، شيوخ العشائر دا يقولون مو زينه، الدوله تطلع تقول هذا الشيء احنا دا نحاربه، كل الجهات الحكوميه اللي في البلد تريد تحارب هذا الشيء. انا ما اعرف احنا شو كنا نوصل لمرحله نبدي نشوف تحسن حقيقي، نبدي نشوف رادع لهذا الموضوع. سيد غسان توفيق الحسيني، انت اكاديمي، شكرا جزيلا لك ولرايك ولهذه المعلومات. فعلا يا سمين، يعني اليوم اذا ما نشوف تحسن بهذا الجانب وما نشوف هنالك رادع حقيقي لمثل هذه النزاعات، احنا كمواطنين يعني بدل ما يوميا وقع علينا صاروخ ما ندري منين، هم من فوقها نزاعات احنا بيناتنا نقاتل، يعني شو هالشعور بالامان المختفي من عندنا كعراقيين؟ يمكن احنا قبل سفيان كنا يعني نلاحظ بين فتره والثانيه الجهات الامنيه مثلا تطوق المنطقه، تسوي كشف على البيوت، تلم الاسلحه اللي بداخلها، مو صحيح؟ صح. يعني هل لا زالت هذه الـ 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 الكشف على هذه المناطق موجوده حتى بالتالي يعني يقومون بحصر السلاح بيد الدوله؟ هو يراد انه هاي ترجع من جديد حتى يعني يسحب السلاح من ايدي المواطنين بشكل عام، وبعدها بس تكون هي الدولة الوحيدة اللي عندها هذه المرحلة من القوة التدخل، تقدر تتدخل هي الأسلحة اللي ممكن تستخدمها. إضافة لكل هذا يعني ليش أقول لكم ماكو تحسن؟ مو قصة أرقام، يعني بعض المصادر تتحدث عن هيك أفضل، يعني هي دائما صار أفضل وأسوأ، بس أنت شوف هسه بأي واحد في العراق إذا دعم بسيارة، إذا ما أدري صار به رأسا يروح ويسوي قاعدة عشائرية، وكأنه إحنا ما عندنا نظام دولة متكامل لكيفية الشكوى، وين نروح ومن الصح ومن الغلط ومن يقرر هذه الأشياء. مثل ما دائما نقولها يعني لما تضعف الدولة ولما يكون هنالك عدم وجود سلطة حقيقية تزيد مثل هذه الحالات اللي نتمنى فعلا تختفي على الأقل الأشهر القليلة القادمة. يا رب إن شاء الله تختفي هذه ظاهرة النزاع العشائري وسلاح الملفلت، ونتمنى أن يكون بيد الدولة حصريا. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا الآخر، ننتقل إلى طلاب المجموعة الطبية اللي دا يدرسون على نفقة وزارة الدفاع، يظهرون اليوم يطالبون بترويج معاملاتهم قبل قرار الإيقاف وإصدار الأوامر الإدارية. طبعا هذول الطلاب هم محصلين على موافقة من وزارة الدفاع أنه يدرسون على نفقتهم، كملوا الفحص والعقد، ولكن لغاية الآن لم يتم مصادرة الأوامر الإدارية يعني بحقهم، والسبب هو عدم وجود تخصيص مالي يعني لهم اللي هم ما عرفوا يعني عددهم، أكيد راح نتعرف عليهم. خلينا نشوف شنو مطالبهم، ولحد الآن مثل ما قلنا ما صادر الأوامر الإدارية بسبب، وما نعرف شنو سبب التأخير وليش لغاية الآن ما عندهم تخصيص مالي من قبل وزارة الدفاع ضمن وزارة سنة 24. طيب راح يكون احنا معانا ممثل الطلبة الدارسين مهيمن أحمد، إذا كان موجود ومتوفر ويانا. جهز مهيمن. مساء الخير. مساء الخير، تحية إلي ست ياسمين وإلى أستاذ سفيان و... الشرقية كافة وإلى كادرها الفني عامة. طبعا تقدم بشكر إلى قناة الشرقية المساندة والناصرة إلى أخواننا المتظاهرين والمتقدمين على نفقة وزارة الدفاع المطالبين بحقوقهم.
شكرا الى هذه القناه. اهلا بك، واجبنا هذا. مهيمن، انا اتذكر احنا تحدثنا بهذا الموضوع قبل، يعني الوزاره هي اللي خلتكم تدرسون على نفقتها وصرفت فلوس حتى تخلصون، حتى تستفاد من عندكم الوزاره فيما بعد في التعيين. اخر مره يعني كان كانه طريق مسدود ولحد الان اوامر ماكو، يقول لكم ماكو تخصيصات، ما صار شيء جديد على 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 او اي تطور صار بقضيتكم؟ طبعا باختصار استاذ سفيان، اقدم نفسنا، احنا مجموعه من الطلاب المجموعه الطبيه للدراسه عن وزاره الدفاع، حصلنا على موافقه السيد وزير الدفاع السابق والحالي بالدراسه عن وزاره الدفاع، عندنا موافقات وزلفاقه وزير وموافقات اصوليه ايضا. اكملنا بعض اجراءات الفحص، منها الفحص الطبي والعقود، مسلمين عقودنا في مختلف وزاره الدفاع، اداره الاداره، مديريه الامور الطبيه، رئاسه اركان الجيش، ايضا امانه السر. لكن نتفاجئ بتاريخ 19/1/2023 بصدور كتاب رئيس مجلس الوزراء المحترم محمد شيع السوداني بايقاف العمل بالدراسه عن وزاره الدفاع، اي ايقاف الاستثناءات الجديده، يعني يوقف الاستثناءات الجديده بسبب اعداد مبالغ بها، وايضا يعز الى اكمال ترويج المعاملات القديمه، منها احنا يعني حصلنا على موافقات قديمه. لكن نتفاجئ بعدم العمل على هذا الكتاب، احنا المعاملات القديمه متوقفين. مع العلم احنا طلاب مراحل اخيره، يعني طلاب مراحل رابعه وطلاب مراحل خامسه وسادسه من كليات الطب، باعتبار احنا مجموعات طبيه. في حال تخرجنا من الكليات المدنيه ولم يصدر لنا الامر الوزاري، سوف يسقط حقنا من وزاره الدفاع، اي تلغي موافقه الوزير. لذلك السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس اركان الجيش باكمال ترويج معاملاتنا كوننا طلاب مراحل اخيره واصدار الامر الوزاري والاداري، وهو فضلا وليس امرا طلب ابوي، باعتبارنا احنا من العوائل المتعففه وعوائل الشهداء. اكيد ان هم صرفوا عليكم وتعبوا عليكم وخلوكم تكملون، يعني ما ممكن اليوم بسهوله انه يعني ما يصدروا لكم الاوامر الاداريه. طيب كم عددكم؟ احمد كم عددكم؟ يتراوح عددنا حوالي من 750 الى 1000. انتم كلكم اللي تدرسون لو بس اللي بالمراحل النهائيه؟ هاي يعني المراحل الطبيه من مراحل مختلفه، اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه، يتراوح عددنا من 750. زين، انا هنا مهم عندي سؤال، وذاك اليوم من تحدثنا وياكم ايضا يعني بعد البرنامج كنا نتناقش بهذا الموضوع، يعني انتم هسه من تخلصون هاي الكليه على نفقه وزاره الدفاع، يصير تروحون تشتغلون بالمستشفيات الحكوميه لو لا انتم دراستكم تخصصيه بهذا المجال، يعني ما عندكم غير فرصه عمل؟ طبعا في حال خرجنا من كلياتنا المدنيه واحنا بعض الفئات مسلمه عقد الى وزاره الدفاع، عقد بما فيهم انا وحوالي 250 الى 300 طالب، خرجنا من الكليات المدنيه ولم يصدر لنا امر وزاره الدفاع، بعد ما حتى الصحه ما يحق لنا، احنا يعتبرونا وزاره الصحه يعتبرونا متعاقدين مع وزاره الدفاع، وزاره الدفاع ما حياخذ ما مصدرنا اداري، فنخسر المشيتين. وفي حال صدر لنا الامر الوزاري من وزاره الدفاع، بعد احنا حتى ما يحق على المستشفيات المدنيه الحكوميه، كوننا احنا نتعاقد مع وزاره الدفاع، احنا كوننا حنصير منظومه وجزء من وزاره الدفاع. يعني احنا يعني انتم هسه اذا مروا وجولكم هذه المعاملات اللي تتحدثون عليها ببساطه انتم تبقون بلا شغل وشهادتكم هيك تروح، كانه لانه لا حسب قولك يعني لا المستشفيات الحكوميه حتاخذك، واذا ما تتدرج ما تقدر تفتح يعني شو اسمه اي شيء. بغض النظر عن يكفي انه حصلنا السيد وزير الدفاع المحترم، نتقدم له بالشكر الجزيل، وطبعا احنا ما ننظر له بصفته وزير، ننظر له بصفته اب، سيد ثابت العباس ننظر له بصفته اب، يعني كونه وافق على بالدراسه عن وزاره الدفاع، ولكن ما نعرف شنو سبب الايقاف الى اليوم، سواء كان تخصيص مالي، سواء كان اعداد هائله او اي سبب اخر، اوجه رساله للوزاره انه احنا ما لنا ذنب بهذا الشيء، احنا علينا حصلنا على وزير الدفاع المحترم، على وزاره الدفاع تدرجنا ضمن موازنه 2024، تدرجنا ضمن اللجنه الماليه في مجلس النواب، واحنا تدري بدايه السنه الجديده وعلى ابواب اقرار موازنه 2024، وهذا الشهر حيصوتون عليها ان شاء الله، نطالب ادراج نظم من هاي الموازنه، وهو مو هو شيء حق من حقوقنا طبعا، كان احنا حقوقنا رسميه. لا انت مالك علاقه، بس حكايتك كانت حلوه مهيمن، بينه انا ما لي علاقه بينه منو تغير ومنو كتبني وكان صحيح كان غلط هذا القرار، انا تعاقدت وياك من البدايه ودرست وخلصت هاي السنين وانا واصل للمراحل الاخيره، ما تقدر انت تجيني بالاخير تقول لي والله انا بعد ما اريدك واني بعد داخل وياك بعقد منذ السنه الاولى. مهيمن احمد ممثل الطلبه الدارسين على نفقه وزاره الدفاع، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لزملائك ايضا، وايضا رساله وزاره الدفاع عمي تعالوا عينوهم احسن ما يطلون قاعدين هنا وهناك، يعني بالضبط يعني خصوصا تعبوا ودرسوا.
طبعا والدوله تستفاد منه. ما دائما احنا عندنا هاي المشكله ياسمين بانه اليوم لما نتحدث عن تعاقد مع مواطن او موظف وبعدها بعد ما بعد يعني يفكرون بها يقولون والله القرار كان خاطئ، يا اخي قرار خاطئ، المواطن شو العلاقه؟ هذا الطالب شو العلاقه؟ صح القرار يجوز كان خاطئ، يجوز القرار كان الاعداد كبيره جدا واكثر من حاجه الوزاره، بس بالنهايه هذا الطالب راح تعاقد وياك، عمي صار اكو غلط القوا لهم حلول بديله. اليوم الحكومة لازم تلقى لهم حلول بديلة، عمي احنا ما نقدر نعينكم بهذا المكان، بس احنا حنوفركم فرص عمل في اماكن اخرى، لكن بهذه الطريقة انه انا اتعاقد وياك واعطيك امل بانه انت تدرس وياي وانا اعطيك فلوس الدراسة وبعدها تتعين وبالنتيجة ما تتعين، وخاصة للطلبة اللي واصلين المراحل الأخيرة يقول لك انا حتى واهس ما عندي اكمل دراستي بعد، اذا انا لا اقدر اشتغل هنا ولا اقدر اشتغل هنا وضايع، اتمنى هنا يدخلون جهات المعنية عن هذا الملف لحل هذه المسألة وتعيينهم أو مثلاً إيجاد حلول بديلة لهم. ورسالة أتمنى التخطيط بالمستقبل ما يكون خاطئ ياسمين مثل جماعة 2020 والعقود المحاضرين اللي صار لهم سنين دا يدرسون، تعرفون طلع قرار بأنه يتعاقدون مع العقود وخاصة جماعة محاضري بغداد اللي ببغداد، فعينوا وجبة كبيرة من المحاضرين في كل المحافظات، لكن أكو وجبة اللي هي ما سنة 2020 صار هم سنين يعني من 2020 لحد الآن هم دا يظاهرون للمطالبة بإدراجهم ضمن هذه الخطة اللي هي دمجهم وإعطائهم وظيفة حكومية في الدولة ولعادة هم يكونون تدريسيين. هذه المشكلة ما انتهت على الرغم من إيجاد حلول إلها، يعني هم بالبداية لما طلعوا هذا القرار قالوا احنا لقينا حل لمسألة المحاضرين المجانيين اللي قدموا خدمات كثيرة للمواطنين. المشاهد اللي امامكم دا تشوفوها هؤلاء بس الناس اللي متعينة واللي هم وجبة 2020 اللي هم لليوم الثالث على التوالي دا يتظاهرون بهذه الاعداد الضخمة للمطالبة بالتعيين، للمطالبة بالانصاف بانصافهم، للمطالبة ببيان موقف الوزارات من هذا الموضوع، ليش اكو ناس تعينه وليش لا؟ ليش احنا ما وصلنا التعيين؟ وهذا شوفوا الاعداد اعداد كبيره سفيان، اعداد كبيره، هذول شنو ينتظرون؟ ينتظرون انه بس يوضحون موقفهم انه الى متى هم راح يبقون ينتظرون تعيينهم او شمولهم بالتعيينات يعني تالي لا هم يريدون يثبتوهم على الملاك الدائم، انا اريد اتثبت على الملاك الدائم، انا ما بس يعني اظل عقد الى مدى الحياه، يا تحتاجني يا ما تحتاجني بهذا الموضوع. احنا المفروض كان ينضم لنا احد ممثلي محاضري 2020 هو مصطفى، بس ما اعرف صراحه ما متواجد سيد مصطفى او ليش، احنا صراحه طرحنا الموضوع اكثر مره لكن هذه المره ردنا نعيده بسبب المظاهرات اللي تستمر لمده 3 أيام على التوالي يتظاهرون، يعني يوميا يطلعون هاي الاعداد اللي شفناها، يوميا يروحون يتظاهرون ويرجعون مرت اللخه يطالبون بتثبيتهم، يقول لك احنا عقود 2020 احنا ليش ما ثبتنا؟ كواي عقود ثبتة واحنا ليش ما ثبتنا؟ صراحه ان شاء الله ودنا نفتهم اكثر من ممثل الطلبه او ممثل المحاضرين اللي هم عقود مال 2020 اللي هم طلبوا من عندنا اكثر من مره انه يظهرون بالبرنامج ويانا، يريدون يحجون بهذا الموضوع، يدزون لو تشوفون الرسائل سواء اللي واصلتنا على الخاص او اللي واصلتنا على رقم البرنامج يعني مئات الرسائل حول هذا الموضوع، فلهذا احنا اعطيناهم فرصه لكن مع الاسف بدنا نخابره السيد مصطفى ما يجاوب. فاني ادعو اليوم جماعه العقود مال 2020 يعني انتم اذا تظاهرون صار لكم 3 أيام بس اختاروا لكم على الاقل ممثل زين حتى او ممثل يفي بكلمته حتى بالتالي وصل صوتكم صح. واعتقد هو الفيديو كان واضح انه هذه الاعداد الهائله يعني انه يطالبون بالتعيين، هذا كلش كافي انه توصل اصواتهم، ويا رب ان شاء الله تكون استجابه من قبل الجهات المعنيه بتعيينهم حتى بالتالي يرتاحون والامور يعني تكون واضحه عندهم، يعني من سنه 2020 وهم على هذا الحال يعني صار لهم 4 سنوات وما بيعرفوا شنو ينتظرهم فعلا. وان شاء الله بالمستقبل بعد ما نسوي هاي المال انه احنا نجيب عقد وبعدين ما نحتاجه من البدايه نقول شنو نريد احنا ومن ورط المواطن ويانا. تحياتنا جماعة العقود، والله كان ودي افتهم من عندكم اكثر بس مع الاسف يعني اللي اتفقنا وياه ما خلف في موعده ويانا، فبالتالي انا طرحت الموضوع على المعلومات اللي عندي اياها وان شاء الله يكون هنالك استجابه او على الاقل توضيح حول هذا الموضوع.
طيب خلينا ننتقل لموضوعنا الآخر من خلي المحاضرين اللي نتمنى تكون استجابة لهم ونروح إلى موضوع آخر جدا مهم إلى سمراء، موضوع الذبح العشوائي اللي دائما ما احنا نتناول هذه المواضيع المهمة واللي للأسف بالفترة الأخيرة صارت هذه الظاهرة، ظاهرة الذبح العشوائي تتزايد يوم بعد يوم وبكثرة، وكلنا نعرف شنو مخاطرها انه هي شقد تنتشر الأمراض من خلالها. طبعا مصادر تأكد انه الذبح العشوائي بمدينة سامرة تصل قرابة 400 ذبيحة باليوم، والكارثة انه وجود أختام مزورة يستخدموها بعض من القصابين يذبحون الذبيحة ويبيعون اللحوم ويختموها عن طريق أكيد مجازر غير رسمية عشوائية. إذن هذه المجازر العشوائية اللي ده تتزايد في حالات الذبح العشوائي واللي بنفس الوقت هي تعتبر مجزرة غير رسمية ده تتواجد بصلاح الدين واللي أيضا تعتبر بداخلها فقط مجزرة واحدة رسمية وحاليا تكون قيد الإنشاء في تكريت. أعتقد هذه المجازر صارت بكثرة ومن الضروري يكون هنالك حد من هذه المجازر اللي بالتالي دا تأثر على المواطن دا تنشر الأمراض. طيب خلينا احنا فوق كل هذا يا سابين فوق كل هذا هي مجزرة سامراء اللي بدأ الخلاف حولها قبل من ما يجهز ويانا محمد عزت يعني سدوها في صلاح الدين. ماكو أصلا مجازر في كل الأقضية والنواحي بس أكو في وين كان موجود هسه ايضا نعرف من عنده مذابح يعني وهذه الرسميه في سامراء نفسها كان موجود وحده سدوه بسبب خلاف وعدم بين الجهات الحكوميه المحليه في صلاح الدين وبين صاحب هذا المتجر الرسمي. فهذا قال لك اذا انتم ما تسوي التسهيلات اني اسده وتكريت بس التكريت قيد الانشاء قيد الانشاء بس. فتخيلوا انتم محافظه بالكامل ها الناس كلهم دا ياكلون لحم على الله يعني ما يدرون هذا اللحم مذبوح بطريقه صحيحه بمكان نظيف مو مكان نظيف، والحكومه المحليه حتى تشملها سدت المجزره اللي موجوده في سامراء اللي هي رسميه ومرخصه المفروض من قبل الجهات الحكوميه. محمد عزت محافظه مثل صلاح الدين تفتقر الى المجازر الصحيه وذكرناها يعني ماكو غير وحده اثنين كانت سامراء واللخه مدى تطلع قدامي ضاعت الكلمه قضاء بلد قضاء بلد في قضاء بلد وبس اثنين ويسدون ما سامراء. شنو معنات هذا الكلام؟ ليش انسدت والناس شلون تاكل لحم؟ اهلا ياسمين واهلا سفيان حياكم الله. احنا الان في مجزرة سامراء، هذه المجزرة التي تم افتتاحها قبل 9 أشهر وهي من المجازر المهمة التي تعد في صلاح الدين، وقد تكون هذه المجزرة هي الاولى والوحيدة في عموم المحافظة. هناك يتم جزر فيها يوميا قرابة 30 إلى 50 ذبيحة، على عكس الذبائح التي تذبح في عموم المحال والأماكن الأخرى في عموم المدينة يصل عدد الذبائح قرابة 400 ذبيحة. قبل أسبوع أو أكثر تم ذبح قرابة 150 ذبيحة وأدخلها إلى مدينة سامراء في إحدى المناسبات. اليوم تم غلق هذه المجزرة من قبل المستثمر احتجاجا على عدم وجود الرقابة الصحية في عموم المدينة. طيب. هناك نعم. طيب شنو هذه سالفة الأختام المزورة بيد القصابين؟ هذه ترى موضوع خطير. نعم. الأختام المزورة هي بعض من القصابين الهاربين من التسعيرة التي تعد تسعيرة قليلة كلش 4000 دينار، يعني إذا كانت الذبيحة وزنها 20 كيلو يتم زيادة 200 دينار على سعر الكيلو. اليوم وصل كيلو اللحم قرابة 25000. البعض يتحجج والبعض الآخر يقول أنه هناك يعني تسعيرة من المجزرة يعني غير مناسبة، علما أن التسعيرة هي 4000 دينار. البعض يعني يستغل العطل الخميس والاثنين هي عطلة القصابين لغرض الذبح العشوائي. لا توجد رقابة صحية من قبل الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن الذبح في عموم محافظة صلاح الدين وليس مدينة سامراء. الحكومة المحلية يعني خاطبت الجهات ذات العلاقة بكتب رسمية لمعالجة هذا الموضوع، لم تتخذ دائرة بيطرة صلاح الدين أو الجهات الأخرى لمنع الذبح العشوائي في عموم هذه المدينة. طيب نعم. أنا أريد أخذ وياك بهذا الموضوع لأنه إحنا مأساة إذا هي المجزرة الرسمية موجودة وما حد يستخدمها، يعني ما أعرف الله يساعد المواطنين. اليوم إحنا نتحدث، أنا تفاجأت من قريت بالإعداد كاتبي لي بأنه هي ماكو بس ببلد وبسامراء وحده بتكريت هسه تنبني. طيب الجهات الصحيه يعني نعم.
شلون السيطرة على موضوع اللحم ووصوله إلى المواطنين والتأكد من نوعية وجودة يعني هذا اللحم؟ معناته احنا هيك على البركة نمشي. نعم، المجازر اللي موجودة في عموم المحافظة هي قيد الإنشاء، لا توجد سوى هذه المزرعة في مدينة سمرة التي تم افتتاحها قبل 9 أشهر من الآن. اللحم اللي موجود سوى يعني قرابة 50 أو 30 ذبيحة يتم ذبحها في هذه المزرعة منذ الصباح الباكر، الباقي يستغل التزوير ويستغل عدم الرقابة الموجودة في عموم المحافظة. لا توجد مزرعة في صلاح الدين سوى هذه المزرعة التي تتوفر بها كل شروط السلامة الصحية، يعني هناك أمراض انتقالية، هناك عدوات يعني من قبل حتى القصاب أيضا يجب محاسبة الجهات التي تتم الذبح خارج هذه الأماكن الصحية أو خارج الأماكن المسموح بها بالذبح. العلوة الأغنام تبعد قرابة 1 كيلومتر عن هذه المزرعة، كان من المفروض أن تكون العلوة ملاصقة لهذه المزرعة في سبيل حصر الذبائح والأغنام التي يتم ذبحها في عموم المدينة. نعم. محمد عزت مراسلنا من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يلقون في صلاح الدين والحكومة المحلية حلول سريعة لإعادة هذه المذبحة إلى العمل بأسرع وقت ممكن، خاصة بالتأكيدات المستمرة اللي نسمعها بأنه يدعون الناس الجهات الصحية، خاصة بانتشار الحمى النسفية. كانوا دائما يقولون لما تشترون ذبيحة تأكدوا من الختم، والختم ما دام موجود لا تأكلوا، استطرع حتى ماكو مزرعة رسمية في المحافظة. حتى الأختام من أخذوها. وحتى الأختام أخذوها ودي يسووها مزورة. يعني الوضع الصحي أنا دائما أقوله في العراق بشكل عام، ما نأكل إحنا ما متأكدين هذا زين لو مو زين، إحنا ما متأكدين من الأشياء اللي نشتريها من السوبر ماركت هي زينة لو مو زينة، خاضعة للرقابة لو ما خاضعة للرقابة، اللحم، الدجاج، البيض، الغيرها من الأشياء. أتمنى تكون هناك حملة أكبر ودعم أكثر لمثل هذه الأماكن الرسمية، حتى إحنا كمواطنين أيضا نشعر بأنه أوكي إذا نشتري فشي من الأسواق أو من السوق أو من العلوة أو من أي مكان، هذا أكو واحد مشيك عليها وفاحصها ومطية الـ يعني شهادة خاضعة للرقابة جيدة. أكيد بالطبع. طيب خلي نروح نرجع لمصطفى. مصطفى صار جاهز، احنا عتب عليك مصطفى، يعني مصطفى عبد الهادي ممثل محاضري 2020، بس الموضوع ايش قد ما مهم وايش قد ما عدداتكم كبيره جدا، احنا رجعنا وياكم صراحه، بس ما يعني عتبنا عليك ما كنت موجود لما اتصلنا بيك، بس خلي ارجع لموضوع العقود بغداد 22 اللي يتواصلون التظاهر. يعني انتم لما تتظاهرون بشكل يومي ما تلقون حل، لانه يعني صار لي يعني فترة طويلة جدا نتحدث بهذا الموضوع، شنو صار من قضيتكم؟ وليش حسب الدرج يعني ما حد يحركها؟ يسعد مساءك بالخير والعافية استاذنا العزيز، تحياتي لك وتحيات البرنامج الكريم وتحيات الكادر القناة. طبعا بداية نعتذر عن الخلل اللي صار هو في شبكة الانترنت ووسائل الاتصال. استاذ عزيز جميع مديريات بغداد المحافظة الوحيدة التي تعاني من تطبيق النصوص الحكومية، نص حكومي واضح وصريح يتيح لوزارة التربية بالتثبيت كل من لديه خدمة عقدية سنتين حسب قرار 315. اليوم احنا الفئة الوحيدة اللي صار عندنا ثلاث سنوات عقدية حسب قرار 315. اقراننا في بعض المحافظات لديهم سنة عقدية سنة واحدة فقط وتم تثبيتهم على الملاك الدائم. اقراننا في بعض المحافظات من خلال جميع محافظات العراق تم تثبيتهم على الملاك، تبقت فقط محافظة بغداد الوحيدة قالوا لنا كملوا سنتين حسب الاتفاق اللي صار مع الحكومة العراقية وحسب قرارات مجلس الوزراء وحسب الموازنة الاتحادية لسنة 23. عانينا ما عانينا استاذ، احنا اليوم نعاني من تطبيق النصوص الحكومية من قبل الحكومة العراقية والعاملين على العملية التربوية. اليوم الحكومة العراقية والعاملين على المجال التربوي في بغداد شاهدوا التطور الإنجازات اللي حققوها عقود 2020 في المدارس، شافوا الازدهار اللي صار من عقد الجاهلية في المدارس، صح الأخطاء السابقة اللي تركها وخلفها علينا العاملين على العملية التربوية منذ عشرات السنوات. دخلنا إلى المدارس بطاقات شبابية، بطاقات تعمل بضمير، دخلنا حتى الجانب الإداري اليوم مدرسين ونتدخل بالجانب الإداري وطورنا من الجانب الإداري، طورنا من الجانب التعليمي. على ما أعتقد أنه هذا أغاض المسؤول هذا العامل في بغداد، بالمقابل
طيب مصطفى أنا... يعني احنا مداوقك احنا متابعين وياكم هذا الموضوع، وفعلا يعني حتى انا دائما اتابع بين شنو صار والوزاره ايش قالت، وفعلا هذه المعلومات يعني كارثيه بان تتعاقد وياي وبعدين اكو قرار طالع بتعييني، انت ما تعيني ليش؟ وليش باقي المحافظات تم تعيينها؟ ليش انا بغداد 2020 ما متعين؟ طيب اليوم انت رسالتك الى منو؟ من هي الجهه اللي حاليا بعدهم ما يقبلون تعيينكم؟ يعني وزاره التربيه لو الماليه لو يم البرلمان يم منو؟ جميع العاملين في وزارة التربية يقول على من مجلس الوزراء يتيح لوزير التربية تثبيت كل ما لديه خدمة عقدية سنتين، سابقا كان سنة واحدة وانت ثبتت 350 ألف عقد لسنة واحدة في جميع محافظات العراق، وكنا احنا وياهم ثبتت اللي بعدنا اللي ما عندهم حتى خدمة حتى سنة عقدية واحدة ما عندهم ثبتتهم، واحنا ايش اذا هذا الموضوع احنا ما نفسره غير انه استهداف للعمليه التربويه في بغداد، استهداف للطالب الموجود في بغداد. استاذ العزيز احنا يوم امس يعني انتم طلبكم من وزاره التربيه، التربيه اليوم واقفه يم هالموضوع. طيب سيد مصطفى خليني اشكرك، انت ممثل عن محاضري 2020 في بغداد مصطفى عبد الهادي، يعني حق الرد مكفول لوزاره التربيه حول هذا الموضوع، احنا طرحنا اكثر من مره بدنا ننتظر الرد لحد الان، انه ليش ما تعينوهم؟ ليش جاوبوهم على الاقل، القوا حل وسط ل بينكم وبين اللي دا يظاهرون، ما معقول حيظلون يظاهرون بهذه الاعداد الكبيره وبشكل يومي في بغداد للمطالبه بتثبيتهم على الملاك الدائم. حق رد مكفول سواء كان هذا الموضوع ولباقي المواضيع في حلقتنا لهذا اليوم، ننتظر ردكم على ما طرحناه وعلى المال المواطنين نفسهم هم اللي طرحوه من خلال برنامج اهل المدينه، لكن هذا كل ما كان عندنا بحلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم في الأيام القادمة، تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.